أما بخصوص ما حدث اليوم من أحداث كانت بسبب استفزاز قائد الشرطة للشباب المعتصم، وقد طالبنا مرارا وتكرارا بإقالته ومحاكمته، لأننا كنا نعلم بأنه سيتسبب بمثل هكذا أحداث لرضوخه لرغبات الأحزاب، لذلك ولمقتضيات المصلحة العامة لأبناء مدينتنا. وبعد الاستفتاء الذي قمنا به في ساحة الاعتصام تدعو إلى عودة الدوام، إن ساحة الاعتصام والخيم المرابطة فيها دعت بالأغلبية إلى عودة الدوام في الدوائر الخدمية والمدارس والجامعات، كما نؤكد على أن إغراب الطلبة اختياريا ولا دخل لساحة الاعتصام بغلق جامعة أو مؤسسة تربوية. هذا والرحمة والخلق.